نشكر الشقيق الجزائر على الدعوة لعقد القمة. نعتقد أنها حتكون قمة ناجحة بكل المقاييس. نتمنى المخرجات لهذه القمة نتاج إيجابية للعرب ككل إن شاء الله. نتمنى التوفيق لأهلنا في الجزائر. في نفس الوقت نشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال، وشاكر لكم. الحقيقة كانت جلسة مثمرة، نسقنا في أعمال الدورة التي ستعقد اليوم. ودائما المملكة والجزائر لديهم يعني الكثير من المشتركات، وأشكركم. كان هذا اللقاء أيضا درج بإطار التشاور المستمر بين البلدين حول قضايا ثنائية والعربية والدولية، وبين هذا التشاور أن هناك تطابق وجهات نظر في جمل القضايا اللي تهم الوطن العربي والبلدين معا. شكرا.